أحمد يقول: أثناء قيام الليل عندما يبدأ في تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة يكون المصحف تحت الإبط فترة قراءة الفاتحة فقط. نعم، يعني يحفظه، يحتضن المصحف هنا نعم حتى يبدأ في قراءة ما تيسر. أولا الإبط ليس من المواقع في الجسد المهانة، وإنما هو على كل حال يعني محل حفظ، ممكن أنه يتأبطه على سبيل الحفظ وعلى سبيل حفظ المصحف نفسه لا يسقط ولا كذا، ما يظهر لي فيه مانع. نعم.